بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ طبعا النهاردة هنكمل شرح مادة مكونات الحاسب وتجميعه، أو تجميع ليها يعني اسمها دلوقتي، اللفظ بتاعها دلوقتي تجميع الحاسب وتشغيله كلها واحد. قلنا المادة دي أول مادة حاسب هتاخدوها في تقنية الشبكات، في دبلوم الشبكات بتاعكو. وامبارح شرحنا أول محاضرة، ولازم الناس اللي ما شافتش الفيديوهات او ما حضرتش تشوف الفيديو اللي انا بعته على الجروب امس، او فيديو المحاضره بتاعت امس طبعا. والنهارده هنكمل الجزء اللي احنا بدأناه امس. احنا بنتكلم في الماده دي تاني اهو عن مكونات الكمبيوتر. اول ماده عندك مكونات الكمبيوتر، ايه القطع بتاعت الكمبيوتر وازاي تجمعها وازاي تشغلها. ففي جزء نظري تاني بقولها عشان الناس تبقى معايا، في جزء نظري هناخده خلال الثلاث ايام الاسبوع ده وثلاث ايام الاسبوع الجاي، يعني الثلاث واربع وخميس والثلاث والاربع والخميس الجايين. وبعدين الاسبوع اللي بعد كده هيبدأ حضور هنا، هتبقى صحيح المادة دي حضوري ثلاث واربع وخميس، حضوري هنا عشان خاطر هي عملي شوية. يعني ايه عملي؟ لازم تشوف المكونات، لازم تشوف الكمبيوتر، لازم تشوف وانا بجمعه معاك، يعني تعمل انت الليلة دي بنفسك يعني. تمام. فبناء على ايه الماده دي؟ الجزء اللي انا بشرحه دلوقتي النظري، بس بعد كده هتيجي تحضره هنا في بعد اسبوعين من دلوقتي. هنكمل اللي احنا قلناه امبارح. امبارح اتكلمنا عن فكره سريعا، بس الناس تشوف الفيديو انا هقول بس نبذه كده. اتكلمنا عن فكره عمل الحاسب، الحاسب عمله ازاي، الكمبيوتر اول واحد عمله ازاي. قلنا الكمبيوتر امبارح اللي عملوه اعتمدوا على ثلاث عمليات اساسيه، هم بيسموها عمليات اساسيه. حاجه اسمها ادخال المعلومات، او اللفظ الادخال، ادخال ايه للعقل. العمليه الثانيه العقل بتاع الانسان، اعتمدوا على فكره العمل، على فكره تفكير الانسان ازاي بيتعلم او كده خلاص. او اسمها اللفظ المعالجه، ادخال المعالجه، معالجه البيانات او المعلومات اللي داخله. المعالجه دي بتعمل اخر عمليه، او اخر عمليه من العمليات الاساسيه اسمها الاخراج. الكمبيوتر في عملياته او معتمد في فكرة عمله أو عمليات الأساسية، بيسموه كده العمليات الأساسية اللي أنا قلتها امبارح دي، إدخال معالجة إخراج. معلومات هتدخلها عشان تعمل لها معالجة، تتخزن أو تفكر فيها يعني، عشان بعد كده المكان اللي بتعمل فيه معالجة يطلع المعلومات دي في الصورة اللي أنت عايزها، تخرجها لك في الصورة اللي أنت عايزها. انت بتستخدم الكمبيوتر عشان يطلع لك صوره معينه، يطلع المعلومات دي بصوره معينه ليك انت تستفيد بيها. تمام. طيب ده قلنا امبارح، طبعا الناس تشوف شرح امبارح عشان تفهم الجزء ده. وقلنا ان الحاجات دي محتاجه اجهزه، لما هم عملوا دي الثلاث عمليات دي عشان تتحقق لازم اجهزه. فالكمبيوتر عشان يبقى كمبيوتر لازم يبقى فيه جهاز ادخال خلاص، ولازم يكون فيه جهاز معالجه، ولازم يكون في جهاز بيخرج اخراج، بيعمل عملية الاخراج المعلومات. بمعنى الكمبيوتر حضرتك زمان اللي اخترعوه، اللي كان قد المبنى زي ما قلنا امبارح، هو نفس اللي هو موجود عندك دلوقتي بس حجمه صغير. هي نفس الحاجات، نفس المكونات على فكرة، بس حجمه صغير. ايه ده؟ يعني زمان كان الكمبيوتر زي بتاع دلوقتي. الكمبيوتر بتاع دلوقتي في شاشة اهو، شاشة وكيبورد خلاص، واللي هو البتاع اللي في الجنب دي اللي هي ايه، بيسموها وحده المعالجه او السي بي يو. يعني اي كمبيوتر في الدنيا لازم هتلاقي فيه شاشه و سوري معلش لازم يبقى فيه شاشه وكيبورد ودي ايه، دي العقل. يعني الثلاث حاجات دول موجودين، الباقيين دول ممكن ما يكونوش موجودين. ممكن ما يكونش فيه سماعه، ممكن ما فيش برينتر، بس لازم اي كمبيوتر يكون فيه شاشه والكيبورد، وطبعا الماوس. بس في زمان ما كانش في ماوس في اول الكمبيوترات يعني القديمه قبل الثمانينات. ووحده المعالجه اللي هو العقل ده، لازم دي ودي ودي، لازم الثلاثه دول يكونوا موجودين. ليه؟ قلت امبارح لو عندك كمبيوتر، الكمبيوتر ده خلاص يا شباب، الكمبيوتر ده انا مشغله، انا شغلت الكمبيوتر مشغله وفتحه، وجيت فجاه شلت الكيبورد، حذفت الكيبورد يعني فكيت الكيبورد، شلت كابل الكيبورد كده خلاص من اللي هي دي من السي بي يو، شلت الكيبورد كابل الكيبورد من دي، من اللي هي وحده المعالجه دي العقل. طيب لو شلت الكيبورد والكمبيوتر شغال، الكمبيوتر هيفضل شغال، الكمبيوتر هيفضل شغال. تمام.
بس ايه اللي هيحصل؟ ملوش اي قيمة، قاعد قدامه مش عارف اعمل حاجة، مش عارف ادخل معلومات ولا اديله اوامر ولا اقول له افتح لي كذا، قاعد كده قدامه مش عارف اعمل حاجة خلاص. فلازم لازم تمام يكون في جهاز ادخال، اللي هو مثلا لوحة المفاتيح قلنا امبارح. تمام، واحد يقول لي طب معلش الكمبيوترات اللي هي التابلت، ما التابلت ده كمبيوتر، والموبايل السمارت فون، جوالات السمارت فون كلها اللي هي الجوالات دلوقتي كمبيوتر. ايه ده؟ اه دول كمبيوتر على فكره فعليا، اه دول كمبيوتر فعلا، بس ما فهمش لوحه المفاتيح. هنقول الموضوع ده النهارده هتعرفوا بس انا خلينا في الكمبيوتر الطبيعي، خلينا في الكمبيوتر العادي مش التابلت، الكمبيوتر العادي العادي يعني. ما ينفعش مفيش ما ينفعش كيبورد، لازم كيبورد، لو شلته ادخل اوامر ازاي؟ هقول الكمبيوتر يعمل ايه؟ فلازم الكيبورد. طيب الكيبورد ده مربوط بالايه؟ بالعقل ده، دي اسمها وحدة المعالجة المركزية اللي هي دي جهاز المعالجة. دي ايه بقى؟ دي المادة بتاعتنا. لا لا دي مش ايه، دي المادة بتاعتنا، دي هنتكلم عليها بالتفصيل، مكون مكون وقطعة قطعة، نفهم هي بتعمل كده ازاي. دي المادة، القطع اللي فيها كلها بل. فبناء عليه جهاز المعالجة او بيسمها وحدة المعالجة المركزية، هي بتسمى كده او بالانجليزي CPU Center Processing Unit، اختصار وحدة المعالجة المركزية اللي هي دي العلبة، دي هي وحدة المعالجة المركزية، هي دي الجهاز اللي فيه العقل اللي بتعمل كل حاجة زي العقل عندك انت في مخ الانسان كده. تمام، طيب هي الكيبورد مربوط بيها، وهي كمان مربوطة بايه؟ بالشاشة. طيب الشاشة دي مالها؟ هي اللي بتخرج المعلومات. لو مفيش شاشة مش مفيش اخراج، لازم عملية اخراج، لازم جهاز اخراج، جهاز الاخراج ده الشاشة. عشان كده الكمبيوتر ما ينفعش كمبيوتر من غير شاشة. بمعنى لو انا مشغل الكمبيوتر وفكيت الشاشة، فكيت كابل الشاشة من وحدة المعالجة دي، الكمبيوتر هيفضل شغال على فكرة. بس الحاجة اللي انت فاتحها، لو انت بتلعب لعبة وحد طفى عليك الشاشة، اللعبة هتفضل شغالة بس مش هتشوف انت بتعمل ايه. يعني لو دوست على الكيبورد واديت اوامر ولا حاجه هتتنفذ، بس مش هتعرف ايه الاوامر اللي انت يعني مش هتعرف ما بتخرجش، مش عارف انت بتشوف ايه، ما بتطلعش ما بتخرجش، لازم جهاز اخراج اللي هو الشاشه. فلازم لوحه المفاتيح وتكون في وحده معالجه، لازم يكون في شاشه. ده اللي قلناه امبارح، بس انا بذكر الناس سريعا لان النهارده بقى مربوط سريعا الجزء الحته دي مربوطه بامبارح. ايه هي؟ لو سالت الناس بتاعت اللي انا قلته ده، طبعا هسال الناس واجابات الناس كلها، اغلب الناس كده اللي هسالها دلوقتي اجاباتها ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، بس مش مشكله. هسال الناس، هبدا بابو طالب. ابو طالب سامعني؟ اللي مسمعنيش يا شباب او سامعني سوري مش عارف يرد عليا، يبعت لي في الشات. ابو طالب سامعني؟ او مش عارف، مش عارف تفتح المايك، في زوار مايك تحت شكل المايك، دوس عليه. سامعني طالب؟ طب لو سامعني ومش عارف تتكلم ابعت لي رساله. طيب ابو طالب، طيب ماشي. عبيد، عبيد كيف حالك عبيد؟ الحمد لله. طيب يا عبيد، لو سالتك يا عبيد تمام، الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ واحد ماشي في الشارع كده فجاه ما وقفك قال لك الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ هتقول له وحدة ادخال، وحدة اخراج، و القرص الذكي. قرص الذكي. طب انا لو جه سالك كده قال لك ماذر بورد، لو جه سالك كده يا عبود قال لك ايه؟ الفلاشة، عارف الفلاشة؟ ايوه هذه وحدة ادخال واخراج. دي من مكونات الكمبيوتر ولا لا؟ تعتبر من لا. مش من مكونات الكمبيوتر؟ طيب ماشي، مكملات. مكمل. طيب ماشي يا عبيد. صالح، صالح ايه معك يا صاحبي؟ لو سألتك واحد سألك كده قال لك الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ هتقول له ايه؟ اقول مثل ما قال جميل، من كيبورد. كيبورد ماشي، شاشة وجهاز معالجة. وجهاز معالج. طب لو سألك وقال لك معلش البروجيكتور اللي متربط في الكمبيوتر، عندنا في بروجيكتور كده عندنا متربط بالكمبيوتر، البروجيكتور يعتبر من مكونات الكمبيوتر البروجيكتور ولا لا؟ لا، مكملات برضو. مكمل. طيب اي نعم. طيب ركزوا معايا شوية. طبعا انا بسألكم واجاباتكم
مش غلط، اجاباتكم صح بس مش الصح الصح، يعني مش صح الصح. طبعا انا مش بسألكم لازم تجاوبوا اللي انا هقوله دلوقتي. ابو طالب بعت ولا ايه؟ وهارد ديسك ومذر بورد. طيب ماشي يا ابو طالب، كلامك سليم برضو بس مش صح الصح. ركز معايا طبعا يا شباب، ركزوا معايا. الناس بتوع علم الحاسب طبعا كلامكم سليم على فكره، مش غلط فيه، بس بتوع علم الحاسب حطوا طريقه علميه لمكونات الحاسب. بمعنى ايه؟ طريقه لو الناس سالتك تعرف تجاوب، تلم كل المكونات، مش تقعد تقول مثلا ده ينفع ده ما ينفعش، ده اه ده لا. لا، طريقه تنفع في كل المكونات. تمام؟ ايه بقى؟ ركزوا معايا. الناس بتوع علم الحاسب عملوا الطريقه دي، عملوا التصنيف ده او الحاجه العلميه اللي انا قلتها دي، وتنفع في المستقبل، يعني عملوها من زمان وتنفع في المستقبل. مكونات الحاسب. الناس قالوا ايه؟ قال لك مكونات الحاسب يا شباب بتنقسم لحاجتين. ايه ده؟ حاجتين اتنين؟ ده انت بتقول كيبورد، ده احنا لسه بنقول من كيبورد وشاشه وماوس وليله ومذر بورد ورامه لا، قال لك مكونين رئيسيين. الكمبيوتر بيتكون مكونين رئيسيين، حاجة اسمها مكونات مادية وحاجة اسمها مكونات غير مادية. ايه المكونات المادية دي وايه المكونات الغير مادية دي؟ وصل الكلام الغريب ده؟ بصوا يا شباب، هقولها لكم باللغة العربية وبعدين هرجع اقول لكم بالانجليزي، لان في ناس عارفاها بالانجليزي ممكن تكون عارفينها. المكونات المادية باللغة العربية، كلمة مادية يعني كل حاجة تقدر تمسكها بإيدك. إيه ده؟ لو عندك قلم، القلم ده مادي. الترابيزة مادية تقدر تمسكها بإيدك. الكباب مادي. الأرض والحيطة مادية، ليه؟ بتمسك بإيدك. في اللغة العربية أي حاجة تقدر تمسكها بإيدك هي المادية. كلمة غير مادية في اللغة العربية تقصد بها الحاجة اللي ما تقدرش تمسكها بإيدك، ما تقدرش تحسها بإيدك. زي إيه؟ زي الأفكار، زي الحب، زي الكره. دي حاجه اسمها غير ماديه، دي معنى كلمه غير ماديه. طب خلينا في الكمبيوتر. في الكمبيوتر بقى معلش، المكونات الماديه كل حاجه تقدر امسكها بايدي. طيب ما الشاشه اقدر امسكها بايدي، الكيبورد اقدر امسكه بايدي، الماوس اقدر امسكه بايدي، السي دي لو عايز اعتبره من المكونات اقدر امسكه بايدي. كل الاجهزه حتى المذر بورد والهارد ديسك والحاجات دي بتتمسك بالايد، يعني كل الحاجات دي بتتمسك من الايد، يعني كلها ماديه. حلو. طيب ايه بقى غير المادية دي في الكمبيوتر؟ يعني معلش، البرامج. البرامج المكونات المادية هي الأجهزة كلها اللي هي بتطلق عليها بالإنجليزي هارد وير. كل الأجهزة تقدر تمسكها بإيدك، عشان كده اسمها مكونات مادية. لكن المكونات الغير مادية هي اللي ما تقدرش تمسكها بإيدك. زي إيه؟ زي البرامج. إيه ده؟ الويندوز، حد يقدر يمسك الويندوز بايده؟ اللي هو بالانجليزي اسمها سوفت وير، هارد وير وسوفت وير. البرامج، حد يقدر يمسك الويندوز بايده؟ تقدر تمسك الوورد بايدك؟ هل تقدر تمسك الاكسل؟ هل تقدر تمسك السناب شات؟ هل تقدر تمسك اليوتيوب؟ لا. دي البرامج، هي دي المكونات الغير ماديه. والكمبيوتر ما ينفعش يبقى الحاسب او الكمبيوتر ما ينفعش يبقى كمبيوتر من غير الاثنين مع بعض يا شباب. دي حاجة أساسية. يعني إيه؟ لو عندك كمبيوتر فيه الشاشة والكيبورد والماوس، المكونات المادية اللي هي الهاردوير محطوطة فيه، موجودة فيه، بس مطفي أو ما لهوش ويندوز، ليه لازمة؟ لا، يعني من غير البرامج ملوش أي قيمة. لو الكمبيوتر عندك في البيت الويندوز بايظ واقع، مفيش أي لازمة. زي الجوال، ما احنا لسه قايلين الجوال دلوقتي سمارت فون ده كمبيوتر. لو السمارت فون أو الكمبيوتر اللي عندك، الجوال بتاعك السوفت وير وقع، يقول لك السوفت وير وقع اللي هو الاندرويد، يعني نظام تشغيل وقع، ليه لازمه؟ لا ملوش لازمه. مطفي، تروح للراجل كده يقول له صلحه لي، تروح للراجل بتاع الكمبيوتر يقول له ايه نزل لي ويندوز. فما ينفعش يكون في اجهزه، يعني الكمبيوتر لازم الاجهزه يكون عليها برامج، والعكس طبعا. البرامج مش هتشتغل تكف في الهواء، يعني ما حدش هيحط الويندوز في الهواء. لازم عشان تعرف تنزل ويندوز او تشغل برنامج لازم يكون فيه كل المكونات بتاعت الكمبيوتر، كل الاجهزه، المكونات الماديه يعني. فبناء عليه كمبيوتر ما ينفعش من غير الاثنين دول، لازم يكون فيه مكونات ماديه، لازم يكون فيه اجهزه، ولازم الاجهزه دي يبقى عليها مكونات غير ماديه، برامج. طيب حلو، احنا مش هنتكلم النهارده
على دي هنسيبها بعدين، اللي هي المكونات المادية او البرامج دي هنتكلم عليها. احنا هنتكلم النهارده على المكونات المادية. طيب يا استاذ، انت في اول الكلام بتاعك لما انت سألتنا الكمبيوتر بيتكون من ايه، وقلنا لك شاشة وكيبورد وماوس، قلت لنا ان احنا هنعمل تصنيف هيشيل الكلام ده، هينفع للكلام ده بدل ما نقعد نقول ده وده. طيب حضرتك المكونات المادية يا استاذ خلاص تشمل كل دول، شاشة وكيبورد. انا لو سألت واحد دلوقتي ايه المكونات المادية بتاعت الكمبيوتر، ايه الهاردوير بتاع الكمبيوتر، هيقول لي شاشة وكيبورد وماوس. قلت لا مش كده، المكونات المادية بتتصنف برضو لأربع حاجات، دي اللي بيتحط تحتها الحاجات دي كلها، بيصنفوها لأربع تصنيفات. الأربع تصنيفات دي الوظائف بتاعت كل مكون. إيه ده؟ الناس بتوع علم الحاسب قال لك أي مكون في الكمبيوتر هيعمل وظيفة من أربعة. أي مكون حتى هنخترعه في المستقبل؟ آه، أي مكون هيخترعه في المستقبل، طبعا بقول دي بيعملها في السبعينات، هيبقى حاجة من الأربعة. لا، إما هيبقى حاجة اسمها جهاز إدخال، وحدات إدخال، كلمة وحدات يا شباب وحدة يعني جهاز، لا إما يبقى جهاز إدخال، لا إما هيبقى جهاز إخراج، لا إما وحدة معالجة مركزية، لا إما حاجة اسمها وحدات تخزين. إيه ده؟ اه، ما احنا لسه قايل من شويه، انا لسه قايل لكم من شويه ان الكمبيوتر او الحاسب خلاص في اجهزه بتعمل ادخال، لازم في جهاز ادخال، في اجهزه بتدخل، وفي جهاز معالج، في اجهزه اخراج. هم لقوا ان دول الاساسيين، الثلاثه الاساسيه. اي جهاز هيبقى في الكمبيوتر بيعمل حاجه من الثلاثه دول، يعني اي جهاز من الاخر عشان اوضح لكم اكتر، خلاص عشان اوضح لكم اكتر، دي وحدة المعالجة المركزية، دي مش أجهزة، دي حاجة واحدة. إيه هي وحدة المعالجة المركزية؟ هي دي من الآخر، هي العلبة دي، العلبة دي السي بي يو دي اللي إحنا لسه قايلينها. وحدة المعالجة المركزية دي بقى أي حاجة هتتربط بيها، أي حاجة هتتربط بيها هتعمل حاجة من الاتنين، لا إما هتدخل حاجة للكمبيوتر، لا إما هتخرج حاجة منه. أي حاجة هتتربط بيه وحدة المعالجة دي، دي وحدة المعالجة. يعني هنا احنا قسمنا اهو المكونات المادية لحتى الأربع حاجات، وحدات إدخال، وحدات إخراج، وحدة معالجة مركزية، وحدات تخزين. وحدة المعالجة دي هي حاجة واحدة، مش أجهزة، مش كذا جهاز، وحدة المعالجة هي دي بس، دي وحدة المعالجة هي دي. أي حاجة بقى الراجل بيقول لك هتتربط بيها، الناس بيقول لك هتتربط بيها، أي جهاز هيتربط بالبتاعة دي هيعمل حاجة من اتنين يا شباب، يا إما هيدخل حاجة للكمبيوتر، لا اما هيخرج حاجه، لا اما ممكن يعمل الاثنين. يعني ممكن الجهاز تركبه يدخل ويخرج، يكون بيعمل ادخال او اخراج. اي مكون، اي مكون حتى لو اخترعنا مكون في المستقبل، يعني انا بقول دي في السبعينات وهقول مكونات ما كانتش ظهرت، حتى لو اخترعنا حاجه قدام هيكون بيدخل حاجه او بيخرج حاجه او بيعمل الاثنين مع بعض، بيدخل ويخرج مع بعض. زي ايه؟ زي اللي احنا قلناه امبارح وقلناه دلوقتي النهارده يا شباب، لوحه المفاتيح والشاشه، لوحه المفاتيح والصاره والشاشه، الماوس ولوحه المفاتيح مثلا، لوحه المفاتيح والماوس، لوحه المفاتيح والماوس يا شباب لسه قايلين من شويه وقلناها امبارح. وظيفتهم ايه؟ انا لو شلت الماوس او شلت لوحه المفاتيح يا شباب وقعدت قدام الكمبيوتر مش هعرف ادخل الاوامر، مش هعرف ادخل الكلام اللي انا عايز اكتبه. لوحه المفاتيح بستخدمها عشان ادخل الكلام، ادخل الاوامر، لازم تبقى موجوده عشان اعرف ادخل الاوامر لوحده المعالجه دي. طيب بمعنى كده ان لوحه المفاتيح من شرح اللي احنا قلناه من شويه من غير بقى رغي كتير، تتصنف على انها خلاص لوحه المفاتيح والفاره، الماوس بيتصنف على انهم ادخال. واحد يقول لي طب ماشي يا استاذ، طب ما ليه ما بيتصنفوش على انهم اخراج بقى؟ طب انت صنفتهم على انهم ادخال بناء على اللي انت قلته، ان انا بقعد عليهم بدوس على الزراير الحروف دي بدخل الكلام ده والماوس. طيب ما الحروف اللي انا بدخلها دي بتخرج لي، يعني هم بيدخلوا خروج؟ لا، ركز معايا بقى عشان تعرف يعني ايه الجهاز ده ادخال ولا اخراج. تصنف الكيبورد والماوس، الماوس ده وظيفته ايه؟ في زراير بدوس عليها، شغل، اعمل، افتح، الاوامر بتخش بتطلع من الماوس ده، بتمشي بالكابل تروح لحد هنا. هل الماوس نفسه بقى نفسه بيطلع حاجه؟ يعني الاوامر اللي انا بنفذها دي افتح شغل
هو بيطلعه لي. هل انت لمسك الماوس كده؟ الماوس ده بيطلع حاجه؟ لا، الامر اللي انت بتدخلها دي خلاص في الكمبيوتر عن طريق الماوس، بتدخلها هنا عن طريق في الماوس، بتروح لهنا، بتخرج في الشارع. المؤشر اللي بيتحرك اللي بيعمل هنا بيطلع في الشارع. فالماوس هو بيدخل الاوامر لكن ما بيخرجهاش. هل بيطلع حاجه؟ هل في هو بيطلع حاجه؟ لا ما بيطلعش حاجه. انا بدوس بدخل الاوامر، بيدخل هنا بتطلع على الشاشه. لوحه المفاتيح نفس الكلام، انا بدخل الزرار، بدوس على الحرف الفلاني، حرف الفي، حرف الاي والبي، بدوس على الكلام ده كله. هل الحروف اللي انا بدوس عليها دي بتدخل هنا؟ هل هو بيطلع حاجه؟ هل الحروف دي بتطلع هنا؟ لا بتطلع على الشاشه، بتظهر على الشاشه. عشان كده الفار ولوحه المفاتيح ادخال بيدخله لكن ما بيخرجوش. الحاجات اللي بيدخلوها مين اللي بيخرجها؟ الشاشه. عشان كده الشاشه هي اللي بتصنف على انها اخراج، بتطلع الاوامر، بتخرج الاوامر، بتبين الاوامر. يعني من الاخر، اي حاجه بتربط في البتاع ده يا استاذ، لا اما تتصنف على انها ادخال لا اما اخراج، لا ممكن تعمل اتنين مع بعض. واحد يقول لي ممكن تعمل اتنين مع بعض، اه بالظبط. طيب نرجع للشاشه، واحد يقول لي طب ما الشاشه ممكن تتصنف على انها ادخال برضه. ازاي يعني؟ لو انت عندك، معلش، شاشه، طبعا انا بتكلم على الشاشه العاديه، ماليش دعوه بالشاشه التابلت او الشاشه التاتش، في شاشات تاتش يعني شاشات باللمس، دي هنتكلم عليها بعدين بعد شويه. الشاشه العاديه، عاديه خالص، الشاشه العاديه، هل الشاشه العاديه لو انت فاتح مثلا الكمبيوتر في ايقونات، في ايقونات على الشاشه، هل الشاشه العاديه تقدر تلمس زي الشاشه اللمس زي التاتش؟ هل تقدر تضغط على ايقونات، تضغط على ايقونه الايقونه تتفتح؟ يعني تفتح مثلا ماي كمبيوتر بالضغط على الشاشه؟ لا، عشان تفتح حاجه، عشان تدي امر حاجه تتفتح هنا، لازم تستخدم الماوس والايه والكيبورد، لكن دي بتخرج بس، بتظهر بس. عشان كده الشاشه العاديه دي، العاديه اللي هي مش اللمس، العاديه اخراج، تتصنف على انها اخراج فقط، ما بتدخلش حاجه. كل المكونات بقى يا شباب تتصنف بنفس الطريقه، لا اما ادخال لا اما اخراج، لا اما ممكن تكون بتعمل الاثنين مع بعض، ادخال واخراج. طبعا واحد يقول لي طيب بقيه المكونات ايه؟ هقول امثله كتير، لان كل المكون، كل حاجه بتتربط بوحده المعالجه دي تتصنف على كده، بس انا مش هقول الاول، هعملها كصيغه اسئله عشان الناس تبقى مركزه معايا. نبدا بابو طالب. ابو طالب اسمعني، ابو طالب لو سامعني ابعت رساله، اي حاجه، ابعت شات لو عرفت تشتغل. سامعني ابو طالب؟ طيب نسال ايه عبيد لحد ما ايه عبيد، يا عبيد سامعني يا عبيد؟ عبيد، طب صالح سامعني يا صالح؟ اسمعك انا، اسمعك يا استاذ، ماشي يا عبيد، اهلا بيك يا عبيد، خلي عبيد الاول يا صالح. عبيد لو جيت قلت لك سماعات، السماعه، السماعه ايوه تركز في الكمبيوتر، هتصنف على انها ادخال ولا اخراج؟ اخراج اخراج اخراج. طيب هقول لك حاجه، السماعات انا دلوقتي ممكن مركب سماعات في وداني، اللي هي السماعات زي الهيدفون مثلا، ركبها في وداني، ايوه، وممكن عن طريق السماعات زي اللي انا مركبها دلوقتي في وداني عندي عن هنا، وممكن تكون مركب انت كمان سماعات عندك في الكمبيوتر او في الموبايل، مع الموبايل الكمبيوتر. السماعات اللي عندك دي بتدخل صوتك وانا بيوصل لي، يعني انا بدخل صوتي عن طريقها، وكمان بتطلع صوتي، يعني بتطلع صوتي، بيظهر صوتي، يبقى هي ادخال واخراج. ايه رايك انت في الكلام اللي انا بقوله ده؟ في بعض السماعات تيجي بدون مايك يا استاذ، بدون المايك، ايوه، فهذه تعتبر اخراج. طيب فالسماعه اللي تيجي بالمايك فهي ادخال واخراج. طيب ماشي صالح، انت ايه رايك في الكلام ده؟ كلامه صحيح يا استاذ، كلامه هو صحيح، يعني السماعه ادخال واخراج مع بعض، بس المايك دي صحيح ادخال واخراج، لكن ليست معالجه، يعني ما تعالج، اللي يعالج اللي هو الموبايل اتوقع، الجوال. طيب ماشي، انا قصدي هي بتتصنف على ادخال بس ولا اخراج بس؟ ما خد بالك المكون ممكن يكون ادخال إذا بس، ممكن يكون اخراج. اذا في اذا فيه مايك ادخال واخراج، لو في مايك ادخال واخراج. طيب ماشي. طيب طبعا يا شباب ركزوا معايا، السماعات لو حد سالك السماعات، السماعات ما بتتصنفش غير على انها اخراج فقط. واحد يقول لي طب لو متركب معاها مايك او مش متركب معاها، لا السؤال كده غلط. طبعا انتوا اجابتكم صح، السؤال كده غلط، يعني ايه؟ والاجابه كده تبقى غلط.
السماعات يعني السماعات بس، المايك ده وحدة تانية او جهاز تاني، حتى لو متركبين مع بعض، لو انت جايب السماعة مع مايك، المايك ده جهاز والسماعة ده جهاز، لو المايك متركب في نفس السماعة متركبين مع بعض والمايك مكسور، السماعة مش هتطلع صوت؟ هتطلع صوت، السماعة وظيفتها تطلع صوت، يعني كده هي كده كده اخراج، حتى لو متركب مع مايك، المايك ده جهاز والسماعة جهاز، فالمايك لو مكسور او بايظ السماعة هتطلع صوت لو شغال عادي، والعكس يعني ايه العكس؟ لو السماعة مكسورة او بايظة وانت بتتكلم في المايك، المايك هيدخل صوتك بس انت مش هتسمع حاجة، المايك بايظ. فالسماعات لو حد سألك السماعات، فالإجابة على السماعات بس. ايه ده ما فيش حاجة اسمها سماعات مع كذا؟ لا، دي انا بقول لكم اوضح لكم، السماعات اخراج، الادخال الميكروفون ده جهاز وده جهاز، حتى لو متركبين مع بعض، حتى لو الاثنين متركبين مع بعض، بس ده جهاز وده جهاز، ولو ده باظ لما بيبص. ايوه بالظبط كده، دي حاجه طبعا عشان اوضحها لكم دلوقتي واحنا بنسال عشان الناس تفهم الحته دي. فالسماعات فعلا هي الاخراج، والمايك هو اللي ايه؟ الادخال، ده ادخال فقط وده اخراج فقط. السماعات ما بتدخلش صوتك، لو قعدت من هنا لبكره تمسك السماعه كده وتتكلم فيها مش هتدخل صوتك، لو المايك مش شغال يعني مش هتدخل صوتك. تمام؟ طيب هنسأل مكون تاني برضو، نبدأ بصالح المرة دي. صالح، صالح لو قلنا الطبعة، عارف الطبعة طبعا، برنت، ايه تعرفها؟ طبعة تتصنف على إنها إدخال ولا إخراج؟ اخراج. طيب الطبعة وظيفتها إيه يا شباب عشان برضو نبقى مع بعض؟ أنت لو كتبت أي حاجة على الوورد، على الإكسل، عندك ورقة، عندك صورتك الشخصية على الكمبيوتر، بتقول طباعة، الطبعة بتطلع الكلام ده في صورة ورق، فبتطلعه بصورة ورق، يعني إخراج أهو، بتخرج. طب في طبعات، لو حد بيشتغل في مكان أو يعرف، حتى في طبعات ممكن تجيب صورتك الشخصية أو تجيب ورقة، ورق مكتوب، تحطه فيها، تحطه في الطبعة دي، الطبعة تاخد صورة منه وتدخله لك على الكمبيوتر. مش في طبعات بتعمل كده؟ في طبعات بتعمل كده. كده الطبعة دي إدخال وإخراج، مش إخراج بس ولا إدخال بس، ولا إيه رأيك يا بطل، قصدي يا صالح، بعد اللي انا قلته، الطبع ادخال واخراج ولا ادخال بس ولا اخراج بس؟ هي على كلامك دخل واخراج، لكن وظيفة الطابعة اه اخراج كوظيفة يعني لها معروفة. ماشي يا صالح. طيب أيوة. عبيد ابو طالب لو سمعني ابعت، انت ابعت في الشات صالح، ها قصدي ابو عبيد، عبيد، ها ايه رايك؟ تفضل. طبع ادخال ولا اخراج ولا ادخال واخراج مع بعض؟ الطابعة بقول لك الطبعة ادخال بس ولا اخراج بس ولا ادخال واخراج مع بعض؟ عشان طابع إدخال وإخراج، لأنك أنت تطبع عن طريق الكمبيوتر وتخرج عن طريق الطابعة. الورق، وممكن عن طريق الورق الطبعة تجيب صور، في طبق، في طبعات كده تجيب منها، تجيب صور تحطها او ورقة تدخلها لك، طبعات بتعمل كده صح؟ أيوة، تسوي اللي هو سكان. ايوه الله ينور عليك. طبعا يا شباب اجابتكم برضو مش غلط، مش صح قوي، مش غلط. تمام ركزوا معايا، طبعا انا بعمل كده عشان تفضلوا متذكرين الكلام اللي انا بقوله. الطبعه اخراج فقط. واحد يقول لي يا استاذ معلش، في طبعات بتحط الورق، طبعا الطبعه وظيفتها زي ما قلنا، عندك ورق مكتوب او كلام مكتوب او صوره شخصيه، تقول له طباعه تخرجوها في صوره ورق، بس في طبعات زي ما انا قلت ممكن تجيب صورتك الشخصيه او تجيب ورقه كده مكتوب مطبوعة وعايز تدخلها على الكمبيوتر، فبتحطها على الجهاز كده وتقفله زي عامل زي مكنة التصوير، طبعا كده عامل زي مكنة التصوير، وتعمل سكان زي ما انت قلت كده، سكان وتدخله. حضرتك دي طبعة معاها جهاز تاني اسمه سكانر، ايه ده؟ او اسمه بالعربي المسح الضوئي، يعني دي مش طبعة بس، دي طبعة وسكانر او مسح ضوئي، برينتر وسكانر. السكانر ده جهاز تاني. ايوه انا ما اعرفش ايه السكانر ده، هو بقى هو ده اللي بقوله، جهاز كده زي مكنة التصوير، زي جهاز مكنة التصوير، تحط صورتك الشخصية عليه، على جوه زي بتاعة التصوير دي، تدخل حطه كده صورتك، تقفل عليه، روح زي ما تقول بيعمل الاسكان كده، او مثلا يعمل الضوء كده، راح اخد الصورة وظهرها لك على الكمبيوتر. كده هو دخل صورتك للكمبيوتر. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده الماسح الضوئي، السكانر، بالانجليزي اسمه سكانر، غير الطابعة. الاثنين دلوقتي وانت بتشتري الطبعه بيبقى موجودين مع بعض، يعني انت بتشتري الطبعه، الطبعه بيبقى فيها طبعه وسكانر، فيها برينتر وسكانر، بس في برينتر لحالها وفي سكانر لحاله، ولو السكانر باظ وانت بتشتري طبعه ده شغال لوحده، ولو ده باظ ده شغال لوحده،
دي حاجة ودي حاجة، فعلا طبعة حاجة وسكانر حاجة، بس هما بيجوا مع بعض. عشان تدخل صورتك الشخصية لازم تستخدم السكانر، مش هتستخدم الطبعة. ولو عايز تطبع الكلام من على الكمبيوتر تطلعه في صورة ورق لازم تستخدم الطبعة البرنت. فاللي بيخرج الطبعة، اللي بيدخل الماسح الضوئي السكانر، حتى لو مركبينهم مع بعض البرنترات او الطبعات الحالية بيركبوا الاثنين مع بعض دلوقتي يا شباب. لكن ممكن تشتري لحالها دي لحالها، اه رحت تشتري طبعة بس لوحدها، الطبعة لحالها دي مش هتعرف تدخلها، تدخل صور على الكمبيوتر، ما تعملش سكان، ما تعملش سكان. طيب ايه من مكونات تاني هنذكر برضو؟ مكون من مكونات، تمام. نبدأ بمراضي او بيت او بيت. الكاميرا، ايه رأيك الكاميرا ادخال ولا اخراج، ولا ادخال واخراج مع بعض؟ لا الكاميرا اخراج. كاميرا اخراج. الكاميرا وظيفتها يا عبيد، انا دلوقتي الكاميرا وظيفتها بتاخد الصور، بتلتقط الصور، يعني انا باخد صورة شخص خلاص بتدخل صورة، يعني يبقى كده بتدخل ايوه ادخال 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 صح. فبتلتقط الصورة. طيب طب لو انا بصور كاميرا زي كاميرا الديجيتال مثلا، كاميرات الديجيتال بتوصلها على ايدك ممكن تصور وتشوف اللي انت بتصوره، مش بتخرج لك اللي انت بتصوره، الكاميرا الديجيتال بتشوفه صح؟ صح، بس هو يعتبر إخراج إدخال تقريبا، طيب بس لأن هي تلتقط الصورة. ما هي بتلتقط الصورة بس، هي كده بتدخلها، تمام، هي ادخال. وبرضه وانت بتصور بتشوف اللي انت بتصوره وانت مشايل الكاميرا، وانت شايل الكاميرا كده. وممكن تكون، ما أقطع كلامك، بس ممكن تكون وحدة إخراج برضو، يعني إدخال وإخراج، لأن في بعض كاميرات تصور تنزلك الصورة على في طول بعض الكاميرات بورقة. كده وفي بعض، تمام ماشي يا عبيد. آه صالح ايه رأيك؟ لا أنا أشوف إدخال وإخراج، لأن هي تاخذ الصورة تدخلها تخرجها في الشاشة. تخرب في الشاشة بالضبط، الله ينور عليك. طيب كلام كل اللي انتوا بتقولوه برضو وقعتوا في نفس الموضوع اللي انا بقول لكم ما تقعوش ايه ده، ركزوا معايا ثانية واحدة. المكون شوفوا هو وظيفته ايه. الكاميرا مفيش حاجة اسمها كاميرا كذا وكاميرا كذا، الكاميرا في كل حتة بتعمل حاجة واحدة. لو كاميرا في الموبايل، لو كاميرا بتاعت الديجيتال، واحد يقول لي كاميرا الديجيتال انت لسه قايل عليها يا استاذ، كاميرا الديجيتال زي كاميرا الموبايل، زي كاميرا الكمبيوتر، زي كاميرا الكاميرا، الكاميرا نفسها وظيفتها بتاخد صورتك وتلتقط صورتك، تمام. كاميرا الديجيتال بتاخد صورتك، كاميرا الموبايل بتاخد صورتك. طيب عشان تشوفها، انا واحد شايل، انا شايل كاميرا الديجيتال مثلا في ايدي وبشوف اللي انا بصوره، بتشوفه فين؟ بتشوفه في الشاشه. ايه ده، لو الكاميرا الديجيتال اللي انت شايلها في ايدك دي الشاشه اللي موجوده فيها مكسوره او بايظه، الكاميرا مش هتصور؟ هتصور، هتصور وهتسجل، بس عشان تشوف اللي انت بتصوره لازم يكون فيها شاشه، الكاميرا يكون فيها شاشه، او توصل الكاميرا بشاشه، الشاشه ده هو مكون لوحده اخراج اهو، او تربطها بشاشه، او تربطها بكمبيوتر فيه شاشه عشان تشوف. فالكاميرا في الموبايل في اي حته وظيفتها بتاخد الصوره، ما بتطلعش حاجه، الكاميرا ما بتطلعش حاجه، عشان تطلع وتشوف اللي بتطلعه لازم يكون معاه شاشه. كاميرا الجوال نفس الكلام، لو انت فاتح كاميرا الجوال بتصور، هتصور؟ هتصور طبعا. طب بتشوف اللي انت بتصوره فين؟ على شاشه الموبايل. لو انت حاطط ايدك على شاشه الموبايل هتشوف اللي انت بتصوره؟ لا. هل الكاميرا مش هتصور؟ هتصور، هتسجل. لو الشاشه مكسوره هتسجل، لو كسرتها كده وانت بتصور هتفضل تصور، بس عشان تشوف اللي انت بتصوره لازم تربط الكاميرا دي او جوالك انت اللي فيه كاميرا بحاجه تانية، شاشه تشوف اللي انت بتصوره. فبناء عليه الكاميرا ادخال فقط، بتدخل عشان تطلع اللي انت بتدخله، هي ما بتطلعش حاجه. الكاميرا اي كاميرا لازم يكون معاها شاشه، كاميرا ديجيتال يبقى معاها شاشه صغيره، شاشه اسمها شاشه صغيره، يبقى في كاميرا لو انت قافل الشاشه دي هتشوف اللي انت بتصوره؟ لا، بس هتصور، تمام. فبناء عليه الكاميرا وظيفتها الأساسية إدخال فقط، عشان تخرج اللي بتدخله لازم